ما بغيناش العشوائي. واحد كيلو حنا الواحد. دابا قتلونا هاد الناس. لا مجال لي الدستور. حشرات قبل واش بشر ولا حياه ولا حمد. العامله ما شلنا منها الا الخير. حتى شي باش تهرس الاقتصاد ديال انه زدنا كيبلي والسلطه كتريب. هذه هي دوله الحق والقانون. حسبي الله ونعم الوكيل. ابني عامر. ابني عامر دورش طبيه تابع العمله ديال بن سليمان. تابع العمله ديال بن سليمان. شنو المشكل اللي عندكم؟ عندنا المشكل ولادنا ما كيقراوش ما خصناش فاش نديوهم. عندنا الطوبيس كان عندنا الطوبيس كيدير لنا بنادم كيوصلهم حتى للمدرسه حتى للمحمديه حبسوهم حدهم الكليه. دابا ولادنا ما تلصابوش باش يقراو. مبركين ولاد شطبيه كلهم ولاد راس البغل كلهم ولاد عين جبوجه كلهم. المهم هذه المنطقه كلها باركه. حنا ولادنا كيقراو في المحمديه ما يمكنش لينا نخلصوا جوج طوبيسات. كان كيوصلهم شحال كيكلفوكم دابا هاد الطوبيسات جوج؟ تقريبا يوميا. دابا كيركبوا من هنايا 120 كيوصلوا حدهم الكليه ب 120 باش كيمشيو وكيشدوا طاكسي كيشدوه 100 درهم البلاصه. الا حسبناها في المجموع في كل نهار يعني شحال كتساوي؟ شحال كتساوي؟ كتساوي 880 ريال. 880 بلا غدا بلا والو. ما فيها لا غدا لا والو. انا بالنسبه انا عندي ثلاثه كيقراو. انا بزاف عليا سيدي باش نخلص هذا الشيء. انا ما قاداش عليه. اذا شكون هي الجهه اللي كتوجهوا لها الرساله اللي بغيت توجهوا لها النداء ديالكم؟ شكون الناس المسؤولين؟ الناس المسؤولين يفكوا لنا هذا المشكل. حنا راه ولادنا كيضيعوا. واش بغاو واش حنايا اما احسن ولادنا يقراو ولا يبقاو يخرجوا اميه؟ انا براسي ما قاريش حرف. اشنو هذا الشيء بكري ملي كنت سمعتي بكري ملي كنت واش ولادي بغيتهم يخرجوا اميين بحالي؟ ما يمكنش ليا. سمعتي ما يمكنش ليا ولادي يخرجوا اميين بحالي. حنا ما صناش اسدي ولادنا باش نقريهم. عدد كبير من التلاميذ هنايا اللي ما كيمشيوش دابا. شحال بغيتيني نحصيلك ديال بنادم راه بارك. دابا واش هما مقاطعين الدراسه؟ مباركين ما كنقراوش. خلصنا عطاونا واحد الورقه قالوا لنا عمرو. ملي عمرنا بغينا سيدي ولادنا يقراو. ملي عمرنا على ديك الورقه قال لك الطوبيس ما كاينش. راه حنا بركناهم ما كيقراو ما والو. خاصنا هاد الناس مسؤولين يقدروا لنا الموقف ديالنا. ولادنا خصهم يقراو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السميه ديالك الصيف؟ مصطفى فاعل جمعاوي. جمعاوي هنا في بن سليمان. في بن سليمان وفي منطقه محمديه وفي بن سليمان. شنو المشكل ديالكم بالضبط دابا؟ شنو هو الرقم ديال الحافله اللي مسبب لكم هذه المشاكل؟ المشكل ديالنا هو حنا في مملكه مغربيه وحده وكيقول لك عماله المحمديه بوحدها وعماله بن سليمان بوحدها. وسيدنا خطب بالتعليم وحنا الوليدات ديالنا ما كيمشيوش المدرسه. حوالي 400 طفل ما كيمشيش المدرسه ما كاينش النقل. كيقولوا لهم غنديروا لكم جوج طوبيسات. جوج طوبيسات غتكلف طفل واحد لكان كيقرا واحد من العائله غتكلف ليه 600 درهم في الشهر. ولا كانوا كيقراو عنده ثلاثه ولا اربعه يعني شحال غتكلف ليه؟ حنا ما عندناش مشكل مع حافلات النقل اللي كاينه دابا. حنا عندنا مشكل مسؤولين ديالنا يحلوا لنا المشكل ديالنا يديروا لنا وسائل ديال النقل فاش نمشيو. وجهتوا رسائل عماله ديال بن سليمان والمحمديه. ماشي غير التلاميذ اللي مضرورين، راه حتى الاخوان اللي موظفين راه كنمشيو لخدمتنا معطلين ثلاث ايام ميزابي كيعطيوك طرد من الخدمه. ليالي ما مشيناش للمدرسه على قبل ترونسبور. ما عندناش الامكانيات باش نبقاو نخلصو 100 درهم كل شهر ونبقاو نعطيو 400 ريال للطوبيس طاكسي صغير. لا كنطلبوا منكم ديروا لينا حل باش نعودوا نمشيو للمدرسه. تيديروا لنا جوج طوبيسات وحنا بزاف علينا. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا. يديروا لنا الحق ديالنا ويديروا لنا الطوبيس كما كانوا كيدوا ولادنا. راه حنا ما بحالناش ولينا اللي خدام في المحمديه ولا محن. عدوا 600 700 في النهار ديال شحال كنبردوا. تخدمي ب 1000 ريال وتركبي ب 600 اش عندك؟ ما عندنا باش نركبوا. ولادنا ضايعين في المركوب وما جابرين لنا ناكلوا وشرينا الكتب لولادنا وولادنا ما جابرين باش يركبوا وضايعين ومن الماء ومن المركوب ومن الصبور ما كاينش وبغينا المركوب وبغينا الطوبيس يرجع لبلاصتو. المشكلة اللي كتعانيو منها في الدوار كنعانيو وليداتنا خرجوا بلا قراية. دابا مساكن حق عليهم اليوم القرايه. دابا ما مشاوش التلاميذ ديالهم. والله الغالب الله ما مشاوش. والله ما مشاو. المركوب بدي يحطهم في هذيك البلاصه بحال بالنسبه للدريات كي غادي يديروا خمم عتا من لافاك لتحت القسمه. يعني عندكم جوج ديال المركوب؟ اه
عندنا جوج دابا كيركبوا كيركبوا ركبه وحده، ما كاينش جوج، كيركبوا ركبه وحده حتى التيرمينيس كيدخلوا على رجليهم تيقراو. ما كطالبوا انه يرجع للخط ديالو على الماستو، يرجع الطوبيس. انه الدراري ضاعوا كلشي خاصهم يمشيو. السلام عليكم، الاسم ديالي مريم بحار، وانا كنوجه لكم بانكم تردوا لنا الطوبيس. رحنا ضايعين بزاف د الحوايج، ماشي غير الطوبيس، بزاف د الحوايج ضايعين فيهم وحنا ساكتين. كنتمنوا لكم انكم ديروا لنا حل لكلشي، تجيو تزورونا تشوفوا شنو خاصنا. كنطلبوا منكم ديروا لنا حل كبير، والطوبيس بالنسبه لنا حنا راه كنمشيو فيه دابا، حنا باركين كيف كتشوفوا. الناس ديال التلاميذ ضايعين، قاطعت الدراسه، باقا ما خلصت، باقا ما درت والو. الطوبيس انا 100 دريال باش نمشيو باش نجي في النهار، بزاف عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نبيل بن دني من دوار الشطبيه. انا باسمي وباسم جميع الساكنه ديال دوار الشطبيه والدواوير المجاوره ديال منطقه بني عامر، تناشد الساده المسؤولين بانهم يلقاو لنا حل لهذا المشكل. حنا هاد الدوار فيه تلاميذ يعني اذكياء، كينجب اساتذه، كينجب تقنيين، كينجب ناس ناس، كاين حتى اطباء عندنا هنا، كاين عندنا مهندسين، ولكن عندنا مشكل هنا في الترونسبور. يعني مادام انك غادي تحط واحد حتى لحدا لافاك وتخليه يشد ثاني ترونسبور، والناس هنا ضعاف ما في حالتهم، ما يمكنش انا ليا نخلص لولدي 3000 ريال ديال الطوبيس في الشهر الاول و100 درهم في الشهر الثاني، ونبقى نخلص 100 درهم ومن بعد نعطيه ثاني 20 درهم باش يوصل للمدرسه ديالو. هادشي سميتو الناس حتى المعيشه ما قادنش عليه، وتزيدهم ثاني مشكل ديال الترونسبور. اذا التلاميذ اليوم ما مشاوش للمدرسه ديالهم. وليكن في علم السادة المسؤولين أن التلاميذ ديال المنطقة اليوم احتجاجا على ما كاينش اليوم ترونسبور، ما مشى حتى واحد المدرسة. اسمي عبد الحق رازيق، الدوار الشطبية بني عامر. خاصهم يديروا لنا حل للطوبيس حيت ما كيوصلناش حتى المحمدية، كيوصلنا في لافاك. اسمي عبد الحق رازيق، الدوار الشطبية بني عامر. خاصهم يديروا لنا حل للطوبيس حيت ما كيوصلناش حتى المحمديه، كيوصلنا في لافاك. كان الطوبيس كيوصلنا وما بقاش. اليوم مشيتي للمدرسه؟ لا. علاش ما غاديش؟ غادي تمشي من بعد؟ لا صابونا الطوبيس نمشي. صافي. يلا شكون؟ زيد يلا اختصار يلا اضحك شرا كاعي. يلا. شنو المشكل اللي عندكم؟ الطوبيس يدير لنا حل. هو الطوبيس يدير لنا حل، ولكن حنايا راه ما كنمشيوش من هنا حتى ل 600 ريال. حنا خويا الطوبيسات مزيانه لينا، ولكن الطاكسيات كرفسونا. معلومه فقط، حنايا الساكنه ديال منطقه بني عامر وبن سليمان، اقليم بن سليمان عموما، تيخلصوا 100 درهم تيخلصوا 100 درهم كان خيرات شهريا، وما كاينش الطوبيس اللي يديهم للمدرسه. ومع العلم ان الناس ديال كاسا كيخلصوا 60 درهم 70 درهم، وكاين الطوبيس وعادهم دولين. والمشكل الاخر اننا من هنا من هذه المنطقه حتى المحمديه ما تديباسيش حتى 5 كيلومتر، وكنخلصوا التذكره ديال 120، وكاين مناطق اخرى كيخلصوا 4 درهم. فين هي المساواه؟ فين هي العداله الاجتماعيه؟ وهذا عيب، هذا عار، الساكنه في خطر. العامله ماشي لنا منها الا الخير، حتى هي باش تهرس الاقتصاد ديالنا. انه سيدنا كيبلي والسلطه كتريب. هذه هي دوله الحق والقانون، حسبي الله ونعم الوكيل.